والى مجلس الوزراء حيث اعلن مجلس الوزراء انه خلال جلسه الحوار الثالثه التي عقدها المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اليوم مع رؤساء الاحزاب وممثلي القوى السياسيه لمناقشه قوانين الانتخابات، كان هناك مطالبات بعدم اجراء الانتخابات اثناء الامتحانات او في شهر رمضان، بالاضافه الى المطالبه بضروره اقرار القانون بما يتفق مع الدستور. واضاف مجلس الوزراء في بيان له اليوم انه طولب بعدم تغيير المواد التي ثبتت دستوريتها كما دارت مناقشات حول زياده عدد مقاعد النواب بين مؤيد ومعارض والامر نفسه بشان القوائم الانتخابيه